السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين محمد علي في كل مكان. أسعد الله أوقاتكم بكل الخير واليمن والبركات. ورجعنا تاني عشان نتكلم في اللايف المهم اللي قدمته مدام هناء، واللي اتكلمت عنه واللي نزلت منه يعتبر الجزء الأولاني، واتكلمت على بعض الأسئلة اللي إني برضو مازال اللايف ده ليه كلام كتير أوي يمكن معرفش أتكلم معاكم في كل الفيديوهات عشان ما أقدرش إن أنا أتقل عليكم، بس طبعا كان لازم أطلع وأتكلم وأكمله لأنه مهم جدا جدا، كلام خطير اتقال في غاية الخطورة، فكان لازم الواحد يطلع ويتكلم عنه لانه لازم نتكلم عنه. بس قبل ما نتكلم عن اللايف والحاجات دي، كان زي ما تعودنا نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. طبعا الناس المحترمه اللي مش محتاج ان انا اوصيهم ما ينسونوش اللايك، لان اللايك مهم جدا جدا، اتفقنا او اختلفنا اللايك مهم. اللي عنده اعتراض على بعض الكلام اللي بقوله، اللي عايز يناقشني في اي حاجه ممكن يديني تعليق جميل كده منه واطلع وارد عليه وما عنديش ادنى مشكله، يعني حتى التعليقات انا برد عليها وما عنديش ادنى مشكله. المهم نخش بقى في اللايف الجميل اللي اتكلمت عنه مدام هناء، واللي قالت ان عندها اخبار حلوه هتقدمها الفتره اللي جايه، وان ربنا عوضها خير. بس يا ترى ايه هو ربنا عوضها خير ده؟ كل ده احنا هننتظره، لان اكيد في كلام مهم جدا جدا لازم يتقال. ناس كتيره قالت لها احنا جوزك عرفك على حقيقتك علشان كده طلقك او كده. طبعا عرف ايه اللي على حقيقتها؟ خلينا صراحة مع بعضينا، جوزها ايه اللي عرف على حقيقتها؟ انا شايف ان جوزها اتعامل معاها او طليقها دلوقتي اتعامل معاها كويس، راجل ما كانش فيه اي مشاكل ما بينهم، خلاص ربنا اراد ان هم ينفصلوا عن بعض، انفصلوا بكل ادب وبكل احترام، بعيد عن المصايب اللي احنا بنشوفها اليومين دول على السوشيال ميديا والفضايح. الناس دي انفصلت بكل ادب واحترام ومفيش ادنى مشكله، هو راجل محترم ومحدش يقدر يعيب فيه حاجه، وهي ست محترمه ومحدش يقدر يتكلم عن حاجه، وكل واحد فيهم راح لحاله. ويا ريت نقفل على الحوار ده. واحدة تقول لها ايدك كانت باينة في اللايف، ويا ريت تداري ايدك عشان كده عيب وكده حرام وكده مش عارف ايه، كلام منطقي، ايديها المفروض تداري، مفيش مشكلة. بس في ناس تانية مش عارفة تداري لسانها، ناس كتيرة قوي مش عارفة تداري نظراتها السيئة والمخيفة. يا ريت كل واحد قبل ما ينصح حد يروح ينصح للشخص اللي بيتابعه، مش محتاج ان انا اكمل اكتر من كده، واكيد كانت المعلومة وصلت واتفهمت. واحدة بتقول لها يا تقصدي ان زنا المحارم قليل في اوروبا وكتير عند العرب؟ ربنا ينتقم منك. طب انت طلعتي ودعيتي عليها، الست ما قالتش كده خالص، الست لما اتكلمت على زنا المحارم انها ما بتسمعش عنه حاجة، فدي حقيقة. اما ان ما قالت ان هو كتير عند العرب، لا هي ما قالتش كتير عند العرب، لكن في بعض الذنوب وبعض المعاصي اللي بتحصل في كل مكان في العالم، فيه، خلينا صرحة مع بعضينا، مفيش مكان خالي من الذنوب، مفيش بلد خالية من الذنوب، كل البلاد فيها ذنوب ومعاصي وربنا اللي يعلم بيها. لكن ما نطلعش ونقول ان انت بتقول ان في اوروبا مفيش وعند العرب في، مين اللي قال كده؟ هي ما قالتش كده. خلينا صرحة مع بعضينا. والا بقى بنواضح كده ان زنا المحارم الموجود في اوروبا، اللي بقى اكيد الشخص اللي بيسأل السؤال ده اكيد اتفرج على حاجات وحشة كتير. فعارف بقى. وطلعت بلغت كلام مهم جدا جدا مدام هناء، قالت ان علاقتها باخواتها بقت كويسه جدا جدا، ودي حاجه احنا فرحانين بيها، عشان الناس اللي بتطلع تقول لك دي عامله مشاكل مع اخواتها، دي اخواتها مقاطعينها، دي وحشه مع اخواتها، دي عامله ومسويه، الكلام اللي احنا عارفينه ده كله. الست طلعت وقالت لك ان انا بتكلم مع اخواتي ومفيش ادنى مشاكل، والحمد لله مفيش خلافات ما بينهم، عشان تخرس ناس كتير قولا واحدا. في واحدة بتقول لها بلاش يا مدام هناء تسجلي صوتك لأي حد، ودي حاجة أنا طبعا حابب إن أنا أتكلم فيها، لأن في ناس ممكن تخش المدام هناء على الانستجرام على الخاص على أي كان بقى الوسيلة اللي ممكن يتواصلوا معاها، وممكن بتسجل بطبيعتها وبتلقائيتها وبطيبتها، فتتكلم كلمتين أي كلمتين تقولهم، فيتاخد الكلمتين دولت يتبعت وتعمل عليهم فيلم وحوار كتير أوي. يستحسن ما تبعتيش أي حاجة بصوتك إلى الأشخاص اللي أنت واثقة فيهم أوي، دي حاجة أنا حابب إن أنا ألفت انتباهك ليكي. واحدة بتسبها، يعتبر احنا بنسميها احنا سب اعراض، لان طبعا الكلمة اللي اتقالت كلمة عيب وكلمة حرام وما ينفعش انها تطلع، بس ده مش غريب جدا جدا على بعض الناس. يعني واحدة بتقول لها ايه، بنتك اتجوزت من شهر، حبلت ولا لسه؟ ولا حول ولا قوة الا بالله. اتهام وسب اعراض علني، يعني بجد انا ما اعرفش انتوا بتناموا ازاي على المخدة كده وتغمضوا عينيكم، والله ما اعرف. لما تقول على بنت بنوت حبلة ولا لا، ده أكبر غلط، ده أكبر حرام، يعني أنا مش عارف أقول لك إيه، ده أنتوا بتذنبوا ذنوب عظيمة، والله عظيمة، وربنا هيحاسبكم عليها. خلي بالكم، اتقوا الله في كل لفظ بيخرج منكم، كل لفظ
بيخرج منكم وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. خلي بالكم من كل لفظ بيخرج منكم، لأن اتهام بالباطل واتهام بدون شهداء، اتهام بكل يعني مش أحد مش عارف يقول إيه. لما تتهموا واحدة إن بنت بنوت إنها حبل ولا لسه، وهي لو بنتها اتجوزت حتى هتخبي ليه؟ ما هي هتقول لك إن أنا أطلع وشهر إن الجواز إشهار، هتطلع وهتقول وهتعرف. اتهام مغتربة في فرنسا بأنها سبابة أعراض. ده بقى الكلام اللي إيه اللي يضحك بجد والله. مغتربة في فرنسا سبابة أعراض، ده من إمتى؟ قولوا لي من إمتى سبت أعراض؟ ده الست لما اتهاجمت سنين طويلة وما كانتش بترد، ولما ابتدت ترد وبتحاسب على الناس وبتدي عليهم إن ربنا ينتقم من كل واحد بيجيب سيرتها بالباطل، اتهمتوها إنها بتبتدي على الناس. دلوقتي بقت سبابة أعراض، يا ترى طعنت في مين؟ يعني خلينا صراحة مع بعضينا، ولا انتوا عايزين تهاجموا ولما الشخص يجي يدافع، سيبك بقى من ايه حرام وحلال انتوا ايه مش مقتنعين بيها دي، انتوا عايزين تهاجموا واول ما الشخص يجي يدافع لا ده انت كده وحش وكده انت بتعمل وبتسوي، انتوا عايزين ايه منها؟ انتوا بجد عايزين ايه منها؟ ارحموها شوية، ربنا يرحمكم. يعني انا مش عارف، كلام ما ينفعش ان هو يتقال خالص خالص، وكلام بجد سيء. ربنا يحشر متابعينك في نار جهنم معاكي عديمة الضمير وعديمة الدين. ده الكلام ده المغتربة في فرنسا انها عديمة الضمير وعديمة الدين، لا حول ولا قوة الا بالله. تاني كلاكيت تاني مرة، اولا مبدئيا يعني عشان نبقى احنا صرحة مع بعضينا، ربنا يحشر متابعينك معاكي في نار جهنم. انت عرفتوا منين ان احنا رايحين نار جهنم؟ في سلة التواصل مثلا يعني ولا ايه؟ عرفتوا منين ان احنا رايحين نار جهنم؟ وهي عديمة الضمير فين؟ وربنا يحشر متابعينك يا سيدي، ربنا يحشرنا دايما في الحق ومع الحق. والست ما طلعتش، وحتى لو كانت في بعض الاخطاء ايه المشكله؟ كلنا بنخطا، هو احنا كلنا ملائكه؟ كلنا ملائكه، كلنا عندنا اخطاء، وكل مين مننا ما عندوش ذنب، ومين من عندنا ما بيعملش معصيه، كلنا عندنا اخطاء، ولكن لولا ستر ربنا لاتفضحنا كلنا. فحتة ربنا يحشرك متابعينك كلنا، ربنا يحشرنا جميعا مع الحق بإذن الله، ما فيهاش أدنى مشكلة. وبالنسبة لنا دي مش دعاء، لأن كل واحد عارف ربنا يحشره فين، عارف إن أنا لو جالي قرش من حرام أكيد أنا هبقى عارف وضميري بينقح عليا، أما لو كان ضميري ما يدي حاجة تانية. أنت بتشربي خمرة وحشيش يا مدام هناء، يا نهار أسود ومنيل، خمرة وحشيش؟ بص الكلام، يعني عايز أقول لك إيه؟ كلام إيه؟ ارمي أي كلام وخلاص، اعمل اي حوار وخلاص، كره الناس في اللايف اللي شغال، اعمل اي حاجه. وصلتوها ان بتشرب خمره وحشيش؟ لا حول ولا قوه الا بالله. بجد انا حسيت ان في اللايف ده في اخطاء كتير جدا جدا، وهي عملت بلوكات طبعا او بلكت بعض الناس اللي هم كان يستاهلوا ان هم يتبلكوا بجد، لان انا شايف ان هم طالعين عايزين يبوظوا اللايف وبس، طالعين عاملين يشتموا. وواحدة اللي طلع بتقول لي انت قاعد وسطهم وسط الستات وكده، عايز اقول لك على حاجة بسيطة انت مش واخدة بالك منها، وتقول لي انت موجود مع الستات في اللايف ليه؟ طب وانت موجودة انت ليه؟ وانت فاكرة نفسك ست من الستات؟ لا طبعا. ولو انا قاعد مع بعض السيدات المحترمات اللي كانوا موجودين في اللايف، لان هم دولت لهم فضل عليا، لان الناس دي وقفت جنب كتير، الناس دي هي اللي عملت محمد عراقي صح، فليهم فضل عليا، فان انا اكون موجود معاهم في اللايف ده امر طبيعي، ليهم مني كل الاحترام والتقدير. ثانيا وقفوا جنب في ظهري كتير، دفعوا عني كتير، ودي ربنا يبارك فيهم جميعا. فطبعا انا جيت في نهايه الموضوع، طبعا اللي وصل معايا لاخر الفيديو ما ينسانيش باللايك، لان قلت لكم اللايك مهم جدا جدا، اللي معترض معايا الديسلايك موجود، التعليقات برضو احنا تحت امركم، في اي تعليقات واي حد حابب انه يتكلم معايا انا تحت امره. حابب طبعا اوجه سلام خاص 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 جاي من ام حمزه للاخت لارا في لبنان، لانها بتسال علينا كتير، وطبعا قالت لي ام حمزه قالت لي اسال لي عليها وسلم لي عليها كتير، لان بجد من الناس المحترمين اللي هي بتحبهم، وانا طبعا بحبهم جدا جدا، وربنا يصلح حالنا وحالكم جميعا. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.